دول يا ولاد اهم 3 questions بيقول التريانجل. لما بيجي يا ولاد تتكلم عن التريانجل في 3 things بيسالني عليهم، 3 حاجات بيسالني عليهم. الفيرست وان ممكن يجي يسالني عن الاريا عادي خالص، الاريا بتاعتي اللي هي هاف باي بيز باي هايت. طب ماشي يا ميس ايام احنا عارفين دي. طب ممكن يجي يسالك عن الهايت بقى، ممكن يجي يسالك عن البيز. طب ازاي اجيبهم يا ميس ايه؟ ازاي اجيب الهايت وازاي اجيب البيز؟ بليز بليز اترجاكوا يا ولاد عشان دي بتلخبطكوا دايما. هايت وبيز سالني عليهم، سالني عن الهايت او سالني عن البيز على طول تقول جوه راسك ده ماجيك تراينجل على طول. قول يا ميس ايه ده ماجيك. طب يعني ايه يا ميس ايه ماجيك تراينجل؟ عندي تراينجل كده فوق راسه فوق راسك بيبقى عندي اريا، لازم يكون عندي اريا لازم، وداون عندي هاف وبيز وهايت. ايه يا ميس ايه برضو انت عايزه تقولي لي ايه؟ لو طلب مني الهايت، بصوا كده في الماجيك تراينجل، طلب مني الهايت قول له باي باي يا هايت، الاريا فوق راسك وتعمل لاين لايك ذا ديفايد اند داون هاف باي بيز. تاني طلب مني الهايت او البيز على طول ده ماجيك يا ميس ايه. يعني ايه ماجيك؟ ميك ا لاين، تعمل لنفسك لاين كده اوكي above the number، لازم فوق راسك يكون عندك area اهي يا ميس ايه الاريا اهي، ومين داون ما انساش الهاف هو طالب هايت، يبقى الهاف ولسه انا عايز مين؟ البيز. يبقى سواء هايت او بيز ماجيك ميك يور لاين. ميس ايه طالب مني هنا البيز، من فوق راسك الاريا، مين داون هاف، طب ده هنا بيز يبقى عايز ايه؟ هايت. يبقى تاني 3 حاجات بيطلبهم عندي في التراينجل، اريا او هايت او بيز. الاريا دي يا ميس ايه انت اول ما تلاقي كلمه عايز الاريا دي العاديه خالص، العايز بتاعي باي هاف باي بيز باي هايت. طب لو طلب هايت او بيز على طول دماغك تقول ستوب يا ميس ايه ده ماجيك، ميك يور لاين على طول، اعمل لاين بتاعي اريا فوق داون هاف باي بيز. طب طلب البيز ميك يور لاين اريا اب اند هاف باي هايت داون. طب تعالوا نشوف الاكسرسايز. بص يا ولاد نركز بقى، هو طالب مني ايه في الثري ثينجز دول؟ فايند اريا، مخك على طول يترجم فايند اريا يا ميس ايه ده العادي. فايند اريا الاريا هاف باي بيز باي هايت. يلا ندور مع بعض. فايند اريا اوف تراينجل هوز بيز 5 سنتيمتر. طب ده حلو يا ميس ايه مديني البيز 5، انا عندي بيز اهو. طب عندي هايت، الهايت ايكوال 4، حلو قوي. يبقى انا عندي البيز 5 والهايت 4، بس ما انساش مين؟ الهاف. سو ماي اريا ايكوال هاف باي 4 باي 5 ايكوال 10 سنتيمتر سكوير. طب يا ميس ايه انت طلعت الريزلت ازاي؟ هتقول لي 4 ديفايد 2 ايكوال 2، 2 باي 5 ايكوال 10. تعالوا نشوف الكالكليتر بتاعتي. هاف باي 4 باي 5 ايكوال 10. Second question، بص بقى يا ولاد، if the area of triangle 60. stop يا ميس ايه ده مديني area ازاي انا كل مرة بجيبها؟ ركز. if the area 60 سنتيمتر سكوير ده مديك الاريا and its base is 12، مديني البيز 12، calculate the height. حد ذكي وجميل يقول لي يا ميس ايه half by 60 by 12. stop 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 calculate the height. ال height ده magic، انا هستخدم الماجيك. make your line area up و half down
by base. أشوف النمبرز بتاعتي، الأريا بتاعتي اللي فوق راسي equal A equal 60. مين داون؟ half، والبيز بتاعتي A 12. يبقى أنا كده استخدمت الماجيك. أعملها إزاي على الكالكوليتر بتاعتي؟ أهي أعمل fraction، أكتب 60 up، أنزل down، أعمل fraction تاني، write half by 12 equal 10. يبقى equal 10 سنتيمتر. حد يقول لي ميس ايه ليه مش square؟ لان ده height، الهايت بيكون سنتيمتر والبيز سنتيمتر، الوحيدة اللي power 2 لو طلب منك area. طب تعالوا نقرأ الكواتشن ده مع بعض. read the question. The area of triangle is 180 سنتيمتر square and the height is 45 سنتيمتر. Find its base length. طب هنا طالب منك ايه؟ هنا يا ميس ايه طالب مني البيز. طب هل يا ميس ايه البيز دي عادي ولا ماجيك؟ اتفقنا الحاجة الوحيدة العادي، الرول العادي بتاعي اللي هو باي، لو طلب الاريا half by base by height بس. طب هنا يا ميس ايه بيز طالب مني البيز، هل هعمل 180 by half by 45؟ لا يا ميس ايه stop the magic، يعني هرسم اللاين بتاعي، الاريا فوق راسي up والداون half by 45. يلا على الكالكوليتر مع بعض. 180 over half by 45 equal 8 سنتيمتر. دول يا ولاد ال 3 questions اللي لازم نركز عليهم. لو طلب مني area عادي find the area half base by height، بعمل numbers بتاعتي كلها باي. طب يا ميس ايه لو طلب مني height او طلب مني base، the magic، make your line area up and half by base down. طب طلب مني البيز، make your line area فوق راسك up and down half by height.